وأكد مدير توزيع كهرباء صلاح الدين بدوي خالد الباشا أن دائرته كانت من أولى الدوائر التي عملت في قضاء بيجي وناحية الصينية، وتمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى أغلب المناطق فيها. أول دائرة باشرت في أعمال إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية هي دائرة الكهرباء، وتم نصب مجموعة من المحولات وإيصال التيار الكهربائي إلى مشاريع الماء وبعض المدارس وأيضا إلى المستوصف الصحي في الصينية. وتم اليوم عقد اجتماع بحضور الدكتور عمار محفوظ صلاح الدين لغرض تشكيل خطة سريعة التنفيذ حتى يباشر فيها في بداية العام المقبل إن شاء الله.